اساسا الحدود ما يقارب 700 كيلومتر تسيطر عليها وحدات حمايه الشعب، وهي حررتها من داعش التي لم تكن تزعج تركيا على الاطلاق حينما كانت في جريسبي وحينما هاجمت المناطق الاخرى. يعني لماذا كل هذا التهديد والوعيد بعد تحرير المناطق من هذه الجماعات من داعش في تل ابيض وبعد هزيمه المشروع الاردوغاني في كوباني؟ قوات سوريا الديمقراطيه لها الحق الكامل، وهي قوات سورية على الأرض السورية تقاتل ممثلة بجيش الثوار، وهي التي حررت تلك المناطق. هي ستواصل عملها فيما يتعلق بتحرير تلك المناطق من كافة المجموعات الإرهابية. نحن سوريين كرد عرب تركمان، ما الذي يدفع رئيس الحكومة التركية لقول ذلك؟ أساسا مثلا يتحدث عن مطار منغ وهو مطار محطم، يعني ليس هناك أي إمكانية حتى أحيانا لمرور المشاة فيه. يعني